طيب خلينا نروح مع حضراتكم من بورسعيد نروح لمحافظة البحيرة، واللي النهاردة بيحصل فيها حدث هيكون مهم جدا، وهو افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، بعد طبعا تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به علشان يكون في أفضل مظهر تراثي وجمالي يليق بمسار العائلة المقدسة، وكمان يكون مؤهل انه يستقبل الضيوف والوفود السياحيه من كل دول العالم. دلوقتي معانا على الهاتف اللواء هشام امنه محافظ البحيره، هنعرف منه كل التفاصيل عن هذا الموضوع. صباح الخير عليك سياده اللواء، ولو نعرف من حضرتك ما تم تنفيذه من اعمال في مشروع تطوير مسار العائله المقدسه، وامتى يكون هذا المزار مفتوح امام الوفود السياحيه؟ صباح الخير يا استاذ هدير، صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير على الساده المشاهدين لحضرتك. احنا طبعا النهارده عندنا مسار العائله المقدسه واحنا شغالين فيه بقالنا بصراحه، وانتهينا منه الحمد لله، وكان في اعداد كبير بيتم على هذا المسار. الاول فكره يعني عن المسار طبعا بالنسبه لنا هنا في محافظه البحيره جالنا تكليف من اول 2017 لما تشرفت مصر طبعا باستلام الايقونه دي يعني اللي هي الخاصه بعائله الخاصه برحله العائله المقدسه، واللي امر فخامه الرئيس ببدء المشروع ده على مستوى جمهوريه مصر العربيه في عده محافظات منها محافظه البحيره. محافظه البحيره العمل كان بيتم فيها في منطقه وادي النطرون. منطقه وادي النطرون طبعا هي منطقه تاريخيه طبعا، ومنطقه معروف ان هي من المناطق الهامه داخل محافظه البحيره، وهي منطقة تاريخية بالنسبة لكل ملوك الفراعنة زمان، نظرا لان هي طبعا فيها كمان ملح من انواع الاملاح اللي هي كانت بتستخدم في التحنيط زمان لمومياوات الفراعنة. المنطقة دي منطقة هامة، المسار طوله داخل محافظة البحيرة حوالي 35 كيلو متر ذهابا وايابا. المسار اتكلف داخل محافظة البحيرة طبعا رقم يعني حوالي 80 مليون جنيه، و80 مليون جنيه ثاني للقبه البانوراميه، بيحتوي على اربع اديره، دير الانبا مقار ودير السريان ودير البراموس ودير الانبا بشو. طبعا فيهم ايقونات طبعا نادره قصيه، وفيها مزارات ودينيه نادره وفيها مخطوطات نادره عظيم، وفي تفاصيل كتيره جدا هنعوز نتكلم مع حضرتك عنها بخصوص ملامح الاحتفال النهارده بالافتتاح والبرامج والخطه. وزي ما حضرتك كنت بتتكلم في نقطه مهمه جدا، انه من اهم نقاط مسار العائله المقدسه في مصر منطقه وادي النطرون. احنا بنتكلم في مسافه يا فندم، يعني حضرتك بتتكلم في 35 كيلو متر ذهابا وايابا، فلو نعرف من حضرتك الملامح اليوم هتكون عامله ازاي النهارده؟ هو طبعا انا طبعا الخط كان فصل وانا دخلت ثاني على حضرتك، بس انا بقى اللي انا فاهمه ان انت بتتكلم عن المسافه. المسافه دي مسافه تم تجهيزها طبعا باعمال كتير جدا، منها اعمال الرصف واعمال الاناره وزراعه نخيل وزراعه اشجار وصلت حوالي 7000 شجره، بالاضافه طبعا لتجهيزها بالكهرباء وكل الاعمال اللازمه لخدمه المسار. المسار يمكن احنا من امبارح في موقع المحافظه بنذيع التصورات اللي هي هتتعمل على اجناب الطريق على الاستراحات اللي هتشمل المسار يعني، ودي طبعا هيحصل عليها استثمارات، ولكن المسار اصبح جاهز بنسبه 100%، والمسار ده بيربط المنطقه بتاعه المزارات من طريق مصر اسكندريه الصحراوي وحتى منطقه الاديره. المسار طبعا اصبح الان مهيئ بصوره محترمه جدا وبصوره جيده جدا، وعايز اقول ان المشروع ده يعني احنا بداناه من اكتوبر 2017، احنا اكتوبر 2017 في عمل دؤوبه عشان يطلع المسار بالمظهر المشرف، وكلنا هنشوف النهارده في الافتتاح كميه الايقونات اللي موجوده في ديرين، بس احنا مش بنتكلم على اربع اديره كمان، النهارده احنا هنزور ديرين من الاديره، بالاضافه طبعا لانها هيتم عمل برزنتيشن طبعا هيتشرح فيه كميه الاعمال اللي قامت بيها وزاره السياحه ووزاره التنميه المحليه، وبالتنسيق الاثنين مع المحافظه طبعا. وزاره التنميه المحليه قادت معانا معركه كبيره، ونشكر معالي الوزير على وقوف جنبنا في الفتره اللي فاتت دي كلها، وبنشكر وزير السياحه اللي كان دايما متابعنا، وكان حصل عده زيارات لوزير التنميه المحليه والنائب وزير السياحه للمنطقه، والعمل كان بيتم فيها على قدم وساق في الفتره اللي فاتت. ولكن كل اقدر اقول لحضرتك ان المسار اصبح جاهز، المسار من امبارح بيستقبل سياح اجانب، بيستقبل وافدين مصريين، يعني ابتلت الوفود بالفعل.
ابتدت من امبارح فعلا، وطبعا هو حدث كبير بالنسبه للناس وخصوصا اخواتنا المسيحيين من امبارح، وعندنا توافد كبير طبعا، وعايز اقول ان المنطقه كلها مهيئه النهارده لافتتاح متميز ان شاء الله. طيب سياده اللواء، عايز اسال حضرتك عن الخطه الترويجيه لهذا العمل الدؤوبي، احنا بنتكلم في 5 سنين من العمل علشان نوصل النهارده لهذا الافتتاح، الخطه الترويجيه ل يعني ما تم من تطوير في مشروع مسار العائله المقدسه. يعني هو ده اللي احنا موجودين عشانه النهارده بعد ما طمن السيد وزير السياحه على المسار، اعتقد هو عنده خططه اللي هو يسند هذا العمل في هذه المنطقه لشركات سياحيه او لمتخصصين في السياحه عشان يشرفوا على يعني اعمال التفويج واعمال الدعايه اللازمه عن المسار. صحيح. طيب تقريبا يا فندم تكلفه الاعمال اللي تمت حتى الان في مشروع مسار العائله المقدسه تقريبا بلغت كام؟ يا فندم المسار ده تكلف المحافظه ووزاره السياحه ووزاره التنميه المحليه، احنا صارفين حوالي 80 مليون جنيه، و80 مليون جنيه قبه من ربع، بنتكلم في 160 مليون جنيه حتى الان. عظيم، كل شكر لحضرتك يا فندم، شكرا جزيلا سياده اللواء هشام امنه محافظ البحيره، الف شكر ليك.